تسلق الجبال رياضة رائعة، لم تبق إلا أمتار قليلة حتى أعتلي قمتك أيها الجبل الضخم. زينة! زينة! أنقذيني! أنقذيني! زينة! زينة! رشيد، تماسك يا صديقي ولا تخف. حملي. يبدو أن وزنك ثقيل جدا يا رشيد، حتى إن الجبل. أتتهكمين علي؟ أنت الذي تقول كلاما غير معقول يا رشيد. يبدو أنني أخرف من الصدمة. يجوز. إنني أستحق ما جرى لي لأنني نسيت الله ولم أقل إن شاء الله سأصل إلى القمة. وجهك أصفر جدا يا رشيد. لقد ذكرني ما وقع الآن بما وقع لقوم نبي الله صالح عليه السلام. لا 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 تبالغ يا رشيد، كيف تقارن ما وقع بالذي حدث لأهل ثمود الكافرين؟ صدقتي، إنها كانت نهاية مؤلمة يستحقونها عن جدارة. فبعد أن قتلوا ناقة الله قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ورأى الكافرون أن يقتلوا صالحا واختاروا منهم 9 رجال أشداء لتنفيذ هذا الأمر، لكن الله سبحانه أنقذ نبي الله صالحا عليه السلام وأهلك الرجال 9 الذين ذهبوا إليه ليقتلوه. حدث لهم مثل ما رأينا، ارتجت عليهم الأرض ونزلت عليهم الصخور حتى قتلتهم. وجاء أول يوم من أيام المهلة التي أمهلهم بها صالح عليه السلام فاصفرت وجوه الكافرين. وفي اليوم الثاني احمرت وجوه القوم الكافرين وانقلب لونها، ثم سودت في اليوم الثالث فأخذوا يبكون ويصيحون. ثم جاء العذاب، ارتجفت الأرض رشفة شديدة وتزلزلت، فسقط الكفار جميعا ولم يستطيعوا الوقوف. ثم بدأت الصواعق، ثم سمعوا صيحة واحدة جبارة، خروا بعدها جميعا جثثا هامدة ميتين. وبقيت آثارهم إلى اليوم عبرة وعظة في مدائن صالح في شمال غرب المدينة المنورة. إذن قل الحمد لله أنك ولدت مسلما، وعلى أنه نجاك يا رشيد من مصير هؤلاء الكافرين. الحمد لله الحمد لله.